بزاف الحوايج اللي مهمين في حياتنا ولكن ما كنقدروش نديروهم، تنخافوا الا ما نديروهمش مزيان. ما كتقدرش تسول الاستاذ على شي حاجه ما فهمتيهاش، كنتي داخل لونفي وبيان لا سال تي دي مثلا، كتمرق الى السؤال ديالك يكون باليد وحامض والاخرين يبقاو يشوفوا فيك، او حيت الفرنسيه عندك ضعيفه وكتقول مع راسك كيفاش غادي نقول الجمله مقاده. كتما غادي في البيس تاكسي وبيا في الطران، وما كتقدرش تهز في يدك شي ورقه فيها ملخص وبيا لي نوت اللي كتاخذ مع الاستاذ ديالك في الكور، يعني الحوايج الاساسيه وتراجع فيها، او حتى التليفون ديالك ما كتقدرش دير فيه شي درس على شكل بي دي اف او تصاور تقرا فيه. الاخرين غادي يبقاو يشوفوا فيا حيت خاصني نجبد فيسبوك ولا واتساب ولا شي حاجه خاويه باش نتسمى راني ولد اليوم، ونشوف شنو قالوا في فلان وفين وصلت القضيه الفلانه، ونشوف شنو الماتشات اللي كاين اليوم وشنو داروا مع المدرب الجديد وين اللاعب جابو. ايوا انت شفتي وعرفتي، شنو غادي تزيد راسك؟ الموضوع ديال اليوم غادي نوريك كيفاش تنمي الثقه في النفس ديالك وتبدا دير دوك الحوايج اللي كتخاف انك ديرهم. والثقه في النفس فهي من المؤهلات ولي كومبيتونس اللي كنت هضرت عليهم قبل، باش تولج للسوق الشغل مثلا ملي تبغي تدوز شي كونكور ديال شي خدمه وبيان شي مدرسه، خاص تكون عندك الكاريزما وتعرف تاخذ لا باغول بدون اي ارهاق او تردد. سو ليت ستارت. الثقة في النفس هي أن تفعل الشيء الذي تخاف أن تفعله وتترك خلفك تجارب ناجحة. اليوم كنشوفوا في يوتيوب الناس كيديروا لي فلوغ، تيكون غادي في الزنقة وقدام أمة ديال البشر وتيهضر مع الكاميرا ديالو، إلا شافوه الناس في الزنقة يقولوا هذا فحال شي حمق، وهو ما مسوقش ليهم وقاعد يحجر الراس. إذا شكون اللي صعيب تسول الأستاذ في لونفي أو بيان دون زين سال وقدام واحد العدد اللي ما يتقارنش مع العدد الناس اللي تيكونوا في الشارع، وتهز كاميرا وغادي وسط الناس وتهضر؟ واش هاد السيد تخلق هكا بهاد الكاريزما والشجاعة والثقة في النفس؟ نو، ولكن خد البادره في الاول، جرب المره الاولى وفشل وعاود المره الثانيه وحس بالاحراج، وعاود الثالثه والرابعه والخامسه حتى ولات عنده عاديه. اذا التحدي ديالك شنو هو اللي بغيتك دير؟ هو قول في هذه السيمانه غادي نسول شي استاذ في نيمبورت كي الموديل، يكون تيشرح الكور او بيان تيدير لكم التدريب غادي نسولو وما تسوقش للبيبليك، والسيمانه الثانيه غادي نسول جوج الاساتذه، والثالثه غادي نسول ثلاثه، ومن بعد حتى تولي تجيك حتى انت عاديه وتولي عندك كاريزما قويه، وغادي تبدا تبني الثقه في النفس ديالك، وبالتالي غادي تبدا قصه النجاح الحقيقيه ديالك. نفس الشيء في البيس، قول هاد السيمانه ملي نكون جاي في الصباح لافاك غادي نجبد التليفون وما غادي نشوف لا فيسبوك لا واتساب لا يوتيوب لا انستغرام لا يوم يحزنوا، وغادي نقرا 30 دقيقه في شي كور متيليشارجي في التليفون ديالي وبيان بصورو وبيان غير ذلك. والسيمانه اللي من وراها غادي نقرا في التليفون ديالي ملي نكون جاي في الصباح لافاك وحتى ملي نكون غادي في العشيه للدار ديالنا، والسيمانه اللي من بعد غادي نقرا في الوقت الترونسبور ديالي كامل، ساعه لاروب ساعه او غير ذلك. وحاجه اخرى، بزاف الطلبه اللي خدموا مزيان في الامتحانات ديالهم اللي فاتوا ولكن ملي جاوا يشوفوا النقطه ديالهم تصدموا، ما يمكنش انا خدمت مزيان، اذا شنو غادي ندير؟ واش غادي نبقى مربع يديا؟ غادي نمشي نطلب اعاده التصحيح. ما نتحطمش نقول لهاد الاساتذه تيبغيو غير يهرسوك وهاد لافاك فيها غير المرض، نو، غادي نمشي للكيشي وغادي نشوف لو مسيو كي شارجي بالسيرفيس ادمينستراتيف ديال صحاب ليسونس مثلا، وغادي ناخذ فورميلير ديال اعاده التصحيح ونعمرو وندفعو للاستاذ ديالي، وديك الساعه غادي نشوف واش الاستاذ اللي ضيعك ولا الاجوبه اللي كاتب ماشي هي هذه، واخا انت كنتي موجد مزيان لديك الماده وبسبب الارهاق والستريس نهار الامتحان مشى لك التركيز وما جاوبتيش كوم الفو، وديك الساعه غادي تعرف شنو اللي ناقصك، واش الثقه في النفس ولا البريباراسي، وغادي تبدا تخدم على الحاجه اللي ناقصك. دونك خذوا العزيمه ديالكم باش تنميو شخصيتكم، وفي حال كانت ناقصكم البريباراسيون وماشي الستريس والتركيز والارهاق اللي دالك بحال هكا، ما نبقاش راجع للور ونقول نو، ما غاديش نهضر مع دوك جوج طلبه ونقول لهم اجي نوجدوا حنايا ثلاثه مجموعين، ما تقولش مع نفسك غادي نتقمع وما نرضاش. اذا ها انت الحاجه اللي كتخاف انك ديرها ما درتيهاش، وبالتالي ما غاديش تنمي الثقه في النفس ديالك. نو، غادي نمشي عندهم ونقول لهم غادي نخدموا مجموعين، وعوض ما كل واحد فينا يخدم سيري في اربعه السوايع غادي نخدموها حنايا بينا مجموعين غير في جوج السوايع، وغادي نربحوا الوقت ونفهموا اكثر حيت غادي تكون المناقشه بيناتكم. اذا الخلاصه ديال هادشي كامل شنو هي؟ هي تاخذ القرار ودير الحاجه اللي كتخاف انك ديرها، حيت هادشي ما غاديش يقروه لك في لافاك، وبالتالي باش تبني راسك خصك تقلب وتحفر عليه ودير كيف ما درتي دابا، وها انت جيتي تفرجت الفيديو واستفدتي. فوالا، جيسبيغ تاخذوا بهذه النوت ديال اليوم وتبداو تنميو الثقه في النفس ديالكم. سي يو نيكست تايم.